كله ماشي تمام اهو، الحياه سالكه والاشياء هتبقى بومبون. مش هتبقى بومبون يا استاذ، لسه في طرق وكماين ونقط تفتيش. قول بسم الله الرحمن الرحيم وقول يا رب نعدي. انبر يا عم، ما تقلقناش يا عم. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني لازم ناخد احتياطاتنا لان الغلطه بفوره يا رجاله. بس احنا ورقنا زي الفل، باذن الله هتعدي وهنوصل باذن الله على خير. طب بس احسن البص احسن بيتصل اهو. رد عليه. هيا بص. لا كله تمام. ايوه لا احنا في الدنج دو، ما تقلقش. واول ما نوصل هديك خبر. قشطه، سلام يا بوس. بص يا عم رستا، انا عاوزك في خدمه صغيره قد كده
وهنحلي لك بقك. أؤمر يا باشا، خدامك، رقبتي. لا لا رقبتك ولا حاجة، احنا عاوزينك في خدمة وحكاية انت كل يوم بتعملها. حكايتي تركب اللودر بتاعك وتتمشى بيه كده في العصاري في حي الزمالك، وحشاور لك كده على عمارة معينة تروح حاكك فيها كده، حتى كده في مقتل هتجيبها الأرض. ايه بس دي جريمة، ممكن اقع فيها في الغلط. هي جريمة فعلا وتقع فيها في الغلط، بس مش شكلها حلوة. بس كده بس كده، امسك دول بتوعك، وان شاء الله بعد ما تخلص العملية دي هديك الباقي. قلت ايه؟ قلت لا يعني لا. ليه بس يا عمر؟ دي فكرة كويسة قوي، هتنفذ لنا كل اللي في دماغنا وانت مالكش علاقة بحاجة. ماليش علاقة ازاي؟ وانت بتقولي ان اللودر هيخبط في اساس العمارة، يعني ممكن تتهد على دماغهم ونروح كلنا في 60 داهية. لا، اللودر هيخبط عمود واحد بس، وساعتها نقدر نجيب قرار الإزالة بسهولة، لأن العمارة هتبقى معيوبة ونخليها بقى من السكان ونرتاح. لا يا لولو. ليه بس؟ دي هتبقى حادث قضاء وقدر، وانت مالكش علاقة خالص باللودر، أنا اللي هجيبه وانت هتبقى في السليم. ها، إيه رأيك؟ لا، قلت لا. أوه. خلاص يا سيدي، البضاعة اتخزنت. الله ينور يا رجالة، الله ينور. صدق اللي قال، ادي العيش الخباز. على كده احنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة يامي. لا يا خفيف، الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني، ودي تعليمات حسام باشا. ليه؟ ده لزوم التأمين يا تغف. يعني ايه؟ ابو الليف حبيبي مالكش فيه، دخول البضاعة مصر من اختصاص حسام باشا. ليه يعني؟ خلاص خلاص يا وهدان، التدخيل ده شغلة حسام ورجالته وهم ضربيه. طب دياب بيه تأمرنا بحاجة تانية؟ طب حسام بيه كان قال لنا ان احنا ناخد من حضرتك ال فلوس. الفلوس؟ ايوه. لا في يا وهدان. امرني يا سيد، اتفضل. شكرا. وصلوها لحسام باشا وانا هكلمه. فينا رجالة ولعله خير ان شاء الله. مبارك ابو الليف. وهدان. امرني يا سيد. قفل المخزن. يلا يا رجالي. وهدان. تمام يا سيدي. يلا يا رجالي. وهدان. مع وش حد تغمض له عين خالص لحد ما يجوا اصحاب البضاعة ويستلموها. فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي. وهدان. فاهم. الحمد لله لوحدي. لعله خير ان شاء الله. كده الواحد ابتدى يصحصح. الاكسلانس. او مون ديو. معقولة تجارة السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ أما أنا كنت أهبل وأنا شغال في النصب كل ده. فنان ليه في الفلوس الشمال ولا؟ واضح كده ان انا كنت غلطان يا جنرال، حقك عليا، انا اسف. اسفك مقبول المره دي. الفلوس اللي صوابعك وعماله تعد فيها دي وبتريلوا عليها ولا حاجه، دول 5000 جنيه. كل واحد فيكم لسه ليه في ذمتي 45000 جنيه يا فوره. الله، وحقنا وتعبنا وشقنا دول فين؟ لا انا عايز افهم لها كده. افهمك يا برمجي. ما انا لو اديت كل واحد فيكم 50000 جنيه في ايده هيودونا في داهيه. لا هيضرب بيهم، ولا هيروح يبعترهم على النسوان، ولا هينقط بيهم في كباريه، ولا هيحطهم قدامه ويقلدهم مرتين ثلاثه، وساعتها هيبان علينا مظاهر الصراع الفاحش، وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلبش واحد. لو النبي الكلبوش تاني. لا والنبي عندك حق يا جندان. تصدق ان بتوع من اين لك هذا؟ مش سايبين حد في حاله. ما ناوي تعمل بيهم ايه يا جنرال؟ سؤال وجيه. الفلوس دي وهحط عليهم قدهم، هنفتح بيهم شركه. الشركه دي تبقى وطن استخبى جواه ونشتغل من خلاله. يا عيني عليك يا فوكس يا جامد قوي. وهو كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياه في البومبو. بس يا عمهم الشركه دي هتشتغل في ايه؟
اسهل حاجه استيراد وتصدير كلنا شركاء فيها بنفس النسبه. تو عليك ايه يا ولي فوقتني؟ ايه يا اخويا الرومانسيه دي كلها وكمان ماسك لي ورد ايه؟ اصلاني صاحي النهارده مزاجي رايق وزي الفل. طب داني حظي حلو وربنا بيحبني بقى على اساس ان انت مزاجك رايق النهارده وفل. اصل بصراحه كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده يا اخويا. خير يا ولي في ايه؟ اصلاني يعني خدت وديت مع نفسي كده وفكرت في الكلام اللي انت قلت لي عليه. لقيت ان معاك حق، انا لازم ابطل قمار وجري ورا النسوان. طب والله براوة عليك يا واد يا كامل، أول مرة في حياتك تقول كلمة حلوة. ففكرت بصراحة إني أتجوز. وماله؟ الجواز سترة برضك، بس يا ترى مين الضحية المسكينة اللي هتتجوزك يا منتن؟ عروسة إيه؟ إيمي وسيمي وأهلها ناس مقصلين وعارفة الرازة. طب تصدق إنني كمان حاطط عيني على عروسة وبنفس المواصفات؟ إهدي، أنت هتتجوز على هانم؟ إلهي ربنا يسد نفسك يا بعيد. وهي هانم دي جوازة؟ دي جنازة وشبعت فيها لطم كمان. سيبونا عيش بقى حرام عليكم ولا هي جت علي؟ حقك يا أخويا حقك، إن شاء الله تتجوز أربعة. ولا أربعة ولا خمسة، خلصني. ما قلتليش مين العروسة اللي أنت حاطط عينك عليها؟ شاهين دي أخت حسام باشا. يا وجعتك السوده ومخططه باسود كمان. في ايه يا اخوي؟ اللي فيه ايه يا اخوي؟ دي نفس العروسه اللي انا حاطط عيني عليها. وحسك عينك يا دي يا كامل، حسك عينك تفكر في موضوع شهنده دي تاني. وهو مفيش غير شهنده اللي انت تحط عينك عليها؟ ما البلد مليانه نسوين. قول لنفسك يا اخوي، قول لنفسك البلد مليانه نسوين، لكن شهنده لا، شهنده دي بتاعتي. بتاعتي يعني بتاعتي. اتفضلي يا ملوك، كل سنه وانت طيب. ايه ده بليستي؟ شكرا يا انكل حسام. العفو يا عيون انكل حسام. دي غاليه قوي يا انكل حسام. ما تغلاش على ملوك، وبعد اذنك لو تقبلي انت كمان يا امام مني الهديه دي. ليه بقى؟ ملك وفهمنا، انا ليه؟ انت وملك بالنسبه لي واحد. وبعد اذن حضرتك لو تقبلي مني دي تبقي يعني مش عارف اقول لك. تعبت نفسك والله، كلفت نفسك يا حسام. ولا تعب ولا تكلفه ولا اي حاجه. والله انتوا بالنسبه لي ربنا يعلم، بقيتوا عيلتي، وانا وسطكم بحس اني مش بطولي، وده اقل تعبير عن تقديري واحترامي ليكم. مش عارفه اقول لك ايه يا حسام. ما تقوليش حاجه، تديني حته من التورته وانت ساكته يا مان. الله. ايه ده؟ هو انت جايب لي بلاي ستيشن عشان العب لوحدي؟ لا طبعا، هلعب معاكي. يلا بينا؟ يلا. يلا بينا ونوصلها بقى وناخد التوصيلات والحاجه. تعالى. شكلك طيب وابن ناس قوي، تصدقي يا ايمان شكلي انا انصدمت. والله شكلهم هم الطيبين اللي بتزلموا في البلد دي بس. كل جرايه يا ابني، انت خيلتني. اصلاني يعني يا حسام، يعني يا حسام بيه، يعني كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف دلوقتي يا حسام بيه، يعني ان اني دلوقتي وضعي بقى مختلف. يعني اني دلوقتي ربنا كرمني ومعايا فلوس كتير. ربنا يزيدك. اختصر في ايه؟ اني شايف ان احنا يعني لازما نقرب من بعضينا. جراية طاهر في ايه؟ لا انت بتخرف ولا ايه؟ لا يا حسام بيه، لا انت فهمتني غلط. اني قصدي يعني خلاص شكلك مشغول كده. هو من ناحيه مشغول فمشغول. بمناسبه مشغول دي بقى، عندي ليك خبر معرفش احتمال يزعلك شويه ولو اني اشك. خير؟ من اول الشهر الجاي هفتح شركه صغيره كده على قد. ليه؟ ده اني ممكن اعمل لك اي حاجه. طاهر انت تكره لي الخير؟ لا. طيب كل ما في الامر ان انا افتح شركه صغيره كده مع نفسي وربنا يكرمني زي ما كرم. طيب لا اكره لك الخير ازاي يعني؟ لا طبعا.
ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا حسام، ربنا يوفقك يا حسام. ما احنا يعني هتفتح شركة وهتنافسني ويعني خلاص بقى نشيل التكليف يعني عادي. طاهر، من هنا لغاية ما اموت التكليف ما يتشالش، وزي ما قلت لك انا مشغول. سيبها على الله. يا ايه يا حسام بيه؟ شفت يا ماما؟ شفتي الاستاذ ساهر اللي عايزانا نصالح معاه عمل فيا ايه؟ ايه ايه تاني جاي مزعلك ليه؟ حصل ايه تاني؟ الجبان راح عمل لي محضر في القسم، بيتهمني فيه بضياع الولد وبيحملني المسؤوليه. ما هو طبعا العند يولد الكفر، زنقك في خانه الياك عشان انت حاضنه للولد. يا عيني عليا، الاسم عندي اخوات رجاله ومش عارفين يجيبوا ابني من اللي خطفه. اللي خطفه ده يا حبيبه قلبي ده يبقى ابوه، يعني مهما حصل هيبقى حنين عليه. وبعدين انت فاهمه اخواتك ايه؟ بلطجيه هيروحوا يعملوا ايه يعني؟ يعملوا اي حاجه يا ماما، المهم يحسسوني ان هم في ظهري، مش كل واحد منهم مشغول بحياته وانا مش فارقه معاهم. حسام قال انه عاوز يتفاهم معاه بالذوق، وانا شايفه ان الكلام ده مظبوط عشانك وعشان الطفل. ذوق ايه يا ماما؟ بقول لك عمل محضر عشان يرفع عليا قضيه. ايوه، ما هو بيتمادى في العند عشان انت اللي بدات العند يا شهنده. الله، جرى ايه يا ماما؟ انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق، هو بيتمادى في العند عشان انت اللي بدات العند. ما كانش صح ابدا انك تخبي علي انك حامل. ايه، هنكسر شرع ربنا وتغلطينا كلنا يا شهنده؟ انا مش عارفه انتوا حصل لكم ايه كلكم، انا قرفت. ده انا اللي زهقت من حياتي كلها. ميل وسجيني يا واد عمي، ميل وسجيني، انا مش عشطانه يا واد عمي، حبك يرويني. من النهارده دياب البطاش بيجي ملك السوق، ومحدش هيقدر عليه ووصل. كان شغلك مع ود الهلالي جننك. الحكومه شهر واحد 5 شحنات والحكومه نايمه على ودانها. هتقتله ميت؟ مش دلوقتي، اصل في عز شغلي ومحتاج له قبل يومين دول. واه، نسيت دمك عشان المصلحة؟ بعت طرق أبوك وأخوك عشان الفلوس؟ أبوي وأخوي ما قدرش يعملوا ربع اللي عملته في الوقت القليل ده، ولا نسيت المصايب اللي كانت فوق دماغي ساعة ما ماتوا؟ الله يرحم، أنا بس بفكر. ما عاوزش حد يفكرني بتار أبوي وأخوي، ولما يجي الوقت المناسب أنا باخد بتارهم، فاهمة ولا لا؟ يا خوفي عليك من نفسك يا دياب. ايه الكلام ده؟ لا خوفي عليك من نفسك، انا ونفسي متصالحين قوي قوي يا حكمك، وسمنا على عسل كمان. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تديني حبه يا عسل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا تعبانه وعاوزه انام. يا خوفي عليك من نفسك، ما يلوزجيني يا واد عمي، ما يلوزجيني، انا مش عشطانة يا واد عمي، يا خوفي عليك من نفسك يا تيوب. ايه ده؟ يا منصور، شايف الجزازة دي؟ نشن عليها كده كده. خد. مش كده يا سيد، كده يتعور، انا خايف عليها. ما تخافش عليه، انا حملت السلاح وانا صغر منيه، لازم يطلع رداد. لا يا دياب وهدان عنده حق، السلاح ممكن ياخده والواد يتعور. السلاح ده صاحبي وعمره ما خلني واصل. صاحبك انت لكن ولدي لا. ايه، اطلع جهزي للشنطة، اصلا مسافر بعد ساعتين. على فين؟ عندي سفرية مهمة قوي حيتحدد عليها مستقبلي كله. واهدان سيد. اسمع يا واد يا منصور،
اياك تمسك السلاح ده تاني، فاهم ولا لا؟ مستقبله ربنا يهديك يا دياب. تعال يا واد تعال. عفارم عليكم يا رجاله، هو ده الشغل اللي على ميه بيضه بصحيح. يلا اتكلوا انتوا على الله، واني لو احتجت اي حاجه هكلمكم على طول. الف سلامه الف سلامه. ايه يا عسل انت يا عسل انت، ايه ادي الحلاوه والطعامه دي؟ لا ما تخافش مني يا حبيبي، ده اني عمو طاهر المصطهي. يلا هات بوسي. انا عايز ماما. عايز ماما؟ ماما زمانها جايه جايه بعد شويه. ما خلاص يا عم فوزي، انت هتغني له ولا ايه؟ ده انا هغني له والعبه وارقص له باليه كمان لو يحب. ده ابن الغاليه. ايه الحنيه دي؟ امال ايه يا ولي؟ امال ايه؟ ده اني ينبوع حنان بس ما حدش حاسس بيه. انت هتقول لاني بقى تخطف الولي وتعمل كل دي عشان تتجوز امه؟ وكان عندي استعداد اعمل اكتر من كده كمان، المهم انول اللي في بالي واتجوزها. وش معنى شاهندة دي بالذات؟ يا غبي افهم افهم، ده جواز مصالح. يعني اني لما اتجوز شاهندة الأمورة دي انت هتعلى وسط الخلق. وبعدين هو انت ناسي هي تبقى بنت مين ولا اخواتها يبقوا مين؟ طب ما انا اخوك ومش متجوز ولا عندي عيال، يعني انا اولى بيه والنسب برضه هيعود عليك، ولا انت مش عايز تفرح بي؟ أنا عايز أفرح بيك تحت تريلا تكون دايساك رايح جاي. وفكرك يعني شاهندي هتوافق بيك لما تعرف إنك متجوز وعندك عيال؟ إيه؟ وهو مين اللي هيتجرأ ويقول لها إنني متجوز؟ أنا عارف يا أخوي، أهم ولاد الحرام كتير. طب خد بالك خد بالك يا ابن الحرام أنت، وحسك عينك تطلع منك كلمة كده ولا كده، فاهم ولا لا؟ فاهم فاهم يا اخوي. ده تنانيله في حظنا الهبات. انت يا شاهندة دي فين؟ اوعى ايدك. عيب يا ساهر، ابنك عندك من ساعة ما خدته. يا طنط في ناس هجموا علينا في المزرعة وضربونا وخدوا الواد. كذاب، انت كذاب. حسام معاك، وتلاقيك انت وامك الحرباء عاملين الفيلم ده عليا عشان تحرموني من ابني طول العمر. ابني فين يا جماعة؟ ابني فين؟ بس بقى عيب يا ابني، عيب، احنا لا يمكن نعمل حاجة زي دي ابدا. يعني ايه يا طنط؟ امال الواد راح فين؟ انتوا السبب في ضياعه، ده لو كان ضاع اصلا، وساعتها بقى مش هسكت وهوديك انت وامك في 60,000 داهيه. انت هتعملي فيها بريئه؟ امال مين اللي مصلحه في خطف الواد؟ معرفش يا ساهر. يعني يا ماما ابني ممكن يكون اتخطف فعلا؟ ايه؟ ابني ضاع ومش هشوفه تاني؟ يا ماما صدقها يا ماما. لا يا ماما، ان شاء الله هنلاقيه ان شاء الله. عبد الله على السلامه يا دياب. والله اشتقنا لك كتير، وخصوصي انه عرفنا انك صرت اسد مثل ابوك. لو تشوف قد ايه انبسطنا بهالخبريه. الله يرحم اللي راحوا. خلينا نخش في المفيد. الاتفاقيات القديمة كلها حتتغير. شو يعني تتغير؟ ما هو عادة انتوا بتحددوا الكمية والنوعية وانا اللي بحدد السعر، فشو اللي تغير، الكمية ولا النوعية؟ السعر. بس ديب حبيبي انت بتعرف انه كل باكج ولا سعره. بعرف. من النهاردة انا هاخد البضاعة اللي انا عاوزها بالسعر اللي انا عاوزه، ولو ما عجبكوش شيء هشوف حد تاني. ما تكون مفكر انه السلاح بينباع بالسوبر ماركت وعاملين تنزيلات عشان اخر الموسم. يا حبيبي يا دياب، اللي بتاخده من عند البير لا يمكن تلاقيه عند حدا تاني. ما تخاف شيء حلاقيه، وفي بدل البير 100. دياب حبيبي شو صار لك؟ شو جنيت؟ لا انا اصلي كنت مجنون من زمان، بس دلوقتي عقلت. وما تنسوش اللي عملتوه معاي لما مات الكبير الله يرحمه. عم تعجبني اكثر، لانه اللي بينسى العاطل بينسى المنيح، ومشان هيك انا رح بعطيك خصم 15% على البضاعه الجديده. 40. 40 شو؟ 40%. انت واعي للي عم بتقوله يا دياب؟ واعي قوي وبشرب قهوه. خليني انصحك يا دياب، مش كل الناس بيتاكل لحمهم،
وخصوص اللي لحمه القاسي وعظمه الازرق. يا جماعه خلينا نطول بالنا ونروق، بعدين ما تنسوا في بيناتكم خبز وملح. خلينا هلا بس نتغدى ونروق بالنا شوي ونتفق على كل شيء. اتغدوا براحتكم، انا عامل رجيم وفكر وبكره الرد. سلام. تياب تياب، هذا اكيد انجن. اكيد انجن، بس نحن لازم نطول بالنا على المجنون طالما ما عندنا غيره. بس انت معقول توافق على اللي عم بيقوله؟ طبعا لا، بس قبل ما اعطيه جوابي لازم اعرف سر قوته الجديد اللي عم بتخليه يعرف يدخل الشحنات كلها وبالسرعه اللي بده اياها، وساعتها بحط ايدي على المرض وبعرف كيف اعالجه. اوكي، انا رح شوف من عنا بمصر ورح جيب لك كل هالمعلومات بهالوقت، ولحد ما نعرف كل في حدا يراقبه. ولا يهمك، الموضوع عندي. بجد يا طاهر؟ الا بجد، وجد الجد كمان. اني وعدتك اني هجيب لك ابنك وزي ما وعدت وفيت. هو فين طيب؟ ابنك في الحفظ والصون، تعالي معايا وانا اوريه. طب يلا بسرعه. يا حبيبي يا ابني، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، وانت هتجنن عليك بعد ما اتخطفتي مني. وحشتني قوي يا ماما. وانت يا حبيبي وحشتني قوي. عمو طاهر جاب لي لعب حلو وبيحبني وجاب لي حلويات وجاب لي حاجات حلوه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. هو قال لي يا بركه غيرك يا حسام بيه؟ ده أنا نفسي أجيب لك الدنيا بحالها، بس أنت تؤمر يا غالي يا ابن الغالية. والله يا طاهر ما عارفة أقول لك إيه، أنا متشكرة أوي. متشكرة على إيه؟ لا شكر على واجب، أهم حاجة إن أنت تكوني مبسوطة. مبسوطة بس؟ ده أنا طايرة من الفرح، ده جميل عمري ما هعرف أردهولك. جميل؟ طب يعني لو جاتلك الفرصة إن أنت تردي الجميل هتتأخري؟ أتأخر إزاي؟ ده أنت رديت لي روحي لما رديت حسام لحضني تاني. طب يعني حس كده أنا ليه عندك طلب؟ أنت تؤمر مش تطلب بس. أنا كنت عايز ولا بلاش، مش وقته. أنا عايزك تفرحي برجوع حسام، ولازم تعرفي إن أنا الوحيد اللي هيقدر يحميكي انت وحسام من ساهر وعيلته، ولو طلبت مني ان امحيهم لك من على وش الارض هعمل كده. واديكي شفتي بنفسك انا عملت ايه عشانك. والله انا ما مصدقه اللي انت عملته علشان يا طاهر. لا صدقي، ده انا ممكن اعمل اكتر من كده، بس كله باوان. ومن دلوقتي حمايتك انت وحسام مسؤوليتي، وهخلي حد من رجالتي يمشي معاكي دلوقتي لحد البيت عشان تبقي مطمنة. طيب ماشي يا طاهر، يلا يا حسين. سلام. سلام سلام يا ست الناس. الحمد لله. احكي لي ازاي ده حصل؟ خارجه من باب المكتب وشايله هم الدنيا كله فوق دماغي، لقيت طاهر في وشي بيقول لي ان هو جاب لي حسام ورجعه لي تاني الحضن. الحمد لله، والله كتر الف خيره الجدع ده. الحمد لله على سلامة حسام الصغير يا شاهين. الله يسلمك يا حسام. بقول لك يا ماما، أنا عايزة كده أعمل عزومة لطاهر عندنا هنا، على الأقل يعني أرد له جزء من جميله، ولا إيه رأيك يا حسام؟ بعدي عن طاهر يا شاهين ده. خير يا حسام، ماله طاهر؟ لا هو من مستوانا ولا زينا. طاهر ده من طينة تانية خالص. بالعكس بقى، أنا شايفة إن هو إنسان أخلاقه عالية جدا، وكفاية إن هو الوحيد اللي واقف جنبي في محنتي ورجع لي ابني. غريبة، اتقلبت عليه كده ليه؟ هو عمل فيك حاجة؟ ما يقدرش يعمل حاجة، أنا اللي قررت أسيب الشغل عنده بمزاجه. ليه بس يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا إنك لقيت شغل محترم يليق بيك. ما تقلقيش يا ماما، جالي عرض أشتغل مدير لشركة استيراد وتصدير بمرتب كويس جدا ونسبة كمان من كل عملية. مدير مرة واحدة؟ آه، مدير. صاحب الشركة معرفة قديمة وبيثق فيا ومصر إن أنا اللي أدير له شغل. لا إذا كان كده بقى سيبك من طاهر ولا يهمك. مين صاحبك المعرفة ده؟ اللي هو متقاعد ما تعرفوش. اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم خالد. غريبة، ما سمعتش عنه قبل كده. أكيد ما سمعتش عنه، لأنه خرج من الخدمة وطلع معاش قبل ما أنت تتخرج. عموما ربنا يوفقك يا ابني. طب يا شاهين، الحمد لله على سلامة حسام. أنا قايم، مش عايزة حاجة؟ رايح فين؟ عندي مأمورية. ادعي لي بقى لحسن، بقالي فترة بطلع مأموريات في شنك وفي سلاح كتير قوي داخل البلد. ربنا يوفقك يا محمد وتقبضوا عليهم كلهم. إن شاء الله هقبض عليهم. طالما حطيتهم في دماغي يبقى هقبض عليهم. إن شاء الله. Thank you.
مالك يا اخوي مسحم كده ليه؟ كويس ان انت جيت يا دي يا كامل. انا عايزك في موضوع مهم. موضوع مهم؟ خير يا اخوي؟ انا نويت ارشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب عن الدايره بتاعتنا في البلد، وعندي استعداد ادفع اي مبلغ عشان انجح في الانتخابات دي، وانت لازم أن تساعدني. وايه اللي جاب فكره الانتخابات دي في دماغك يا اخوي؟ يا دي عبيط انت، انا لما يبقى معايا فلوس وسلطه هبقى واحد تاني، محدش هيعرف يقف قصادي، وساعتها هبقى نظير في عيون شاهندي وعيون الناس كلها. طب لما انت تبقى نايب اني هعمل ايه؟ اني هبقى نايب، انت هتبقى اخو النايب، يعني اني لما هكبر انت هتكبر معايا يا حمار، والشركه دي هتكبر معاني. والله دي فكره حلوه قوي، يعني اخوي هيبقى عضو في مجلس الشعب. يا حلاوه يا اولاد. يلا بقى ورينا همتك معايا. حط في بطنك بطيخه صيفي، اني من بكره هنزل كفر الور وافضل اور كده اور كده عليهم واحد واحد، وهخليهم كلهم ينتخبوك يا اخوي. طب بص بقى، انا عايزك تملالي الكفر كله يفط، كل ما تمشي في حته تلاقي يافطه الطاهر المسطيحي، وعايزك كمان تشتري لي كام فدان في الزراعيه. طب يفط دي وفهمناها، انما الفدادين دي لازمتها ايه؟ يعني انت يا كامل عايزني ابقى نايب في البرلمان عن الفلاحين وما عنديش جراط واحد؟ انت عايز الفلاحين ياكلوا وشي؟ يستجرى حد يفتح بوجه؟ ده انا كنت اقطع له لسان. هو انت في منك اتنين انت يا اخويا يا حلو؟ انت ايدك بقى على المصاريف بتاعت الحوار ده كله. اخصى عليك يا كامل، عيب عيب عليك، ده احنا اخوات، ادفع من معاك واني حبقى اديلك. ما انت عارف يا اخوي اللي جاي على قد اللي رايح. خلاص تكنينا عليك انت واللي جاي واللي رايح، عدي عليا بكره واني حبقى اديهم لك. عليك وحتدي وليا وها؟ ده انت فعلا ولي. الله، انت ليه غيرت الشعار يا دي كامل؟ ما احنا اتغيرني، بقينا نسلف بدل ما كنا بنستلف يا سياده النايب. يا سلام. تصدق لايقه عليا قوي حكايه سياده النايب دي. سياده النايب طاهر المسطيح. بصوا يا رجاله، الشركه دي مش شركتي لوحدي، شركتكم زي ما هي شركتي، ولازم نتعاهد نبقى ايد واحده عشان ما حدش يغلبنا. نبر يا فوكس، معاش ولا كان اللي يغلبنا. صبرت وقلت يا باشا هو ده مهامك. ركزوا معايا يا شباب، من وجهه نظر الناس كلها الشركه دي بتشتغل في الاستيراد والتصدير، ومحدش غيرنا بس يعرف انها ما بتشتغلش في الاستيراد والتصدير، يا اما هنروح في داهيه. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية يا جنرال خير، قولي. حامد الظبط وحشني، محتاج له عشان حاجتين. الحاجة الأولانية سهل شغلنا زي ما كان بيعمل مع البطاطشة، ودي مهمتك يا عريان إنك تصطاده. والحاجة التانية إنه وحشني أوي أوي، وين الأوان ناخد حقي منه. اطمن يا فوكس، بخصوص حامد ده تحديدا أنا عامل له خطة بحث ما تخرش المية، والمسيح الحي اللي أجيبه لك هنا راكع بيتمنى إنك تسامحه. وحياتك عندي يا حسام باشا، هجيبهولك متكتف تحت رجلك. ربنا ما يحرمنيش منك يا رجاله. طب ايه؟
هنفضل مقضينا كده سلامات وندعي لبعض وننتقم لبعض والجو ده كله على مكتبه. يلا يلا تشاو كوفي تشاو بيلا ربنا يحفظك يا منصور يا ولدي. انت زعلان عشان ابوك سافر؟ معلش هو ما بقاش شايف الا نفسه ومش شايف نواصل، بس ما تزعلش، يمكن تكون فترة وهتعدي ويرجع لعقله تاني. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ اصبر يا حكمة اصبر. اسمع اللي بقولك عليها دياب، ميعاد استلام الشحنة الجاية يتلغي، يعني يتلغي. في قلق يا بني ادم. يتلغي كيف؟ والناس اللي اتفقت معاهم على تسليم البضاعة اقول لهم ايه يا عاد؟ انا مالي، ما تقول لهم اللي تقوله لهم. الله، دور على حاجة تقولها لهم، انا مش عايز رغي كتير يا ابني. حسام قول لي ايه اللي حصل؟ الدنيا مش مظبوطة اليومين دول، واصحابنا اياهم ما بيناموش، عينيهم مفتحة، وفي قلق علينا. افهمك ازاي يا بني ادم في التليفون؟ ما يصحش تقول كده يا حسام، جو قلبك عاد، احنا قدها وجدود، وان شاء الله ما هتحصلش اي حاجة. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا على ايه؟ فاكر؟ فاكر ولا فكرك؟ انت اضرب حتتك وانا اضرب حتتي، اللي اقوله اتنفذ يا دياب، مش عايز رغي كتير. ماشي يا حسام بيه. تيجي بالسلام. الغباوة دي. منيرة، انت بتمتحنيني ولا بتهزري؟ والله يا بنتي ابدا. معتز اخويا الله يرحمه، وانتي عارفة معزتك عندي، زي اختي واكتر، وطالما ملك ارتاحت لحسام يبقى خلاص فتحي في الموضوع. اه لا ده انت اتجننتي، انت كمان عايزاني افتحه في الموضوع ده؟ هو ده عين العقل. وبعدين ايمان انت لسه صغيره، يعني لازم تعيشي حياتك، وانا شايفه ان حسام مناسب ليكي قوي. وبعدين مش يمكن ربنا كده بعتكم لبعض عشان يعوض صبركم خير؟ منيره اقفلي الموضوع ده، ما تفتحيهوش تاني لحسام، والله العظيم هقطعك. لو على ايه، انا هسكت خالص ومش هكلمك تاني، هروح اشوف هعمل ايه. يا بابي بقى عشان خاطري ما تزعلش نفسك. خلاص بقى يا حبيبي ما تزعلش. يوه اوف، خلاص بقى مش عايز اسمع ولا كلمه تاني. عن اذنك يا محمد. بابي خليكي انت يا حبيبتي مع محمد، انا هشوف بابا. حبيبي يا بابي، انا مش عارف انتوا عاملين مناحه ليه، لا هو اول ولا اخر واحد يطلع المعاش. عارف يا محمد، انا اللي مزعلني ان احنا ما لحقناش نفرح بترقيتك. اليوم اللي ترقيت فيه هو طلع على المعاش. يا حبيبتي ما تقلقيش، كلها يومين ويبقى زي الفل. ما تقومي تعملي لنا حاجه ناكلها تليق بمنصب نائب مدير اداره العمليات. حاضر يا نائب مدير اداره العمليات. صح كده، يلا. كنت عارف ان رح لاقيك هون. وانا كنت عارف انك هتيجي. اقعد. بعتك ليها البير؟ ما حدا بعتني، أنا جيت لوحدي. جاي تسأل عليا دلوقت؟ أنت ليه مغير معي؟ سامحيني، حقك علي. هلا بدك تضيع وقتك ووقتي ولا بدك تعرف ليش جيت أنا؟ لا، حاب أعرف ليه جيت أنا. من الآخر. إذا جبت لك السعر اللي بدك إياه من ألبير، بدي نسبة بالمية. نسبة؟ هو ده الكلام؟ ده أنا كنت بديكي حقك من زمان، ولا نسيت الهبابة اللي كنت بتحبيه؟ الهبابة حبيبي هيدي عنا نحن من قلة إكرامية، أنا بدي نسبة محددة بالمية. برافو برافو. 5%؟ 10 بالسعر اللي بدك إياه. اتفقنا. تديني حبة. هذا كان من زمان، هلا بزنس از بزنس. با با با.
شفتي؟ لا وشاط وقاشش، ده ما بيهزرش. انا ما طلعش ظابط في الداخليه وبس. امال ايه؟ ما طلع ظابط نفسه في كل حته. شفت الفلوس مليانه في الشنطه قد ايه؟ هيكلفنا كتير، ده سعره غالي. مش مشكله، كله بس عشان الفوكس. اهم حاجه ان احنا لقينا له سكه. قوم صور صور. واضح اني مستني حد. اوبا، ايه في ايه؟ قلقتني. في حته موزه دخلت هناك. ايه فلوس دي يا عم؟ دي مراته. مالي يا عم؟ قلت لك ما تشربش في الشغل يا جدع. مش احنا شفنا مراته واولاده قبل كده؟ اه صح كده. بقى ليه سكتين، فلوس وحريم. دي حريم دي شكلها لسه قايمه من على طاسه الغسيل يا راجل. هتفرق كتير؟ مصور، خلي الزبطه تبقى زبطتين يلا، والعشه تبقى بومبوم. ريهام يا ماما. ايه يا حبيبتي، انت خارجه ولا ايه؟ اه بتبقى محمد بيتعشى بره النهارده. طب يا حبيبتي. الو. اه يا حبيبي انا جاهزه. ايه يعني ايه مشغول؟ وانا فين بقى من شغلك ده؟ خلاص خلاص سلام. حاجه تقرف. اهدي بس، مالك في ايه؟ مش فاضي وعندي شغل. من يوم اتجوزنا هو على الاسطوانه دي، والناس اننا عارفين جداد وان ليه حق عليه. معلش يا حبيبتي، انت عارفه ان محمد وقته مش ملكه، وبعدين ده بيبني مستقبله. وانا ايه يعني مش مستقبله؟ ولا رجلك انا بتجوزني عشان خاطر يسيبني قاعده في البيت؟ عيب يا ريم، اوعي تقولي الكلام ده. امال عايزاني اقول ايه يعني يا مامي؟ يا حبيبتي انا عايزاكي تقفي جنب جوزك زي ما انا كمان وقفت جنب باباكي في اول حياته. ايه بقى يا مامي؟ انا الكلام ده سمعته كتير. وعلى فكره بقى، انتوا زمانكم غير زماننا خالص. بعد اذنك. ربنا يهديك يا ريم. ما انا مش هاكل لوحدي يعني. ايه مالك؟ معرفش. معقولة؟ كل السرحان ده ومعرفش؟ مش عارفة. زهقانة. يمكن خايفة. يمكن مخنوقة. خايفة، مخنوقة، زهقانة من الوحدة، عايشة أنا وبنتي لوحدنا، خايفة من بكرة، محدش عارف بكرة فيه، مخنوقة من نظرات الناس ليا، بيبصولي وأنا واحدة ست لوحدي عايشة معايا بنتي الصغيرة وعينيهم هتاكلني وهما بيبصولي. صح. وأنت عرفت ده كله منين؟ يمكن عشان اعرفك كويس، او يمكن عشان حاسس بيكي كويس يعني. بعدين شعرك شويه، الشوكه شويه، اهو شفتي شفتي. يعني كل لغه الجسد بتاعتك بتقول كده. صوت نفسك حتى وصلني، نفسك خايف وانت بتتنفسي. انا كنت فاكره اني اشطر من كده، ان انا خبي. بص يا ايمان، أنا لا عايزك لا تخافي ولا تتخنقي ولا تزهقي ولا تقلقي، أنا جنبك وأقسم بالله لو طول أديكي عينيا أنت وملك حديها لك، تحمليش هم أي حاجة. تتجوزني؟